معنا في قاعدة البيانات ونرجع إليها عند الضرورة في حال طلبها. كيف تتعامل مع الحقوق وكيف تقدم المساعدة في حالة الطلب؟ طيب طبعاً مسألة الحج بدون تصريح هذه من المخالفات التي يقع فيها البعض، ونحن نهيه إخوة الجميع بأن يتقيدوا بهذا النظام وفقاً للاتفاقات الموقعة بين السلطنة وبين المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، وهذا أمر لا يخص فقط حجاج السلطنة وحجاج المغادرين من أرض السلطنة، وإنما ينطبق أيضا على حجاج من أراضي المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم. فإذا الحج بدون تصريح هذا يعتبر مخالف، وهنالك الجهات السعودية في المملكة العربية السعودية هي التي تتولى هذا الجانب. وفق الاتفاق بيننا وبين المملكة العربية السعودية 14 ألف حاج هم الذين سيغادرون إلى أرض المملكة العربية السعودية لأداء المناسك. شكرا.